السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي قدامنا ده راديو فقط، راديو سوني متعدد الموجات AM و FM و SW. طبعا ده مفتاح الفوليوم بتاعه، وده بتاع التون الهواء. دي حاجات تانية بتستخدم للموجات اللي هي الموجات الخارجية زي الـ SW. ده مفتاح للباور وده مفتاح لللايت. الراديو ده طبعا ياباني، الموديل بتاعه CRF شرطة 5090. الموديل بتاعه CRF شرطة 5090. إن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم، ونشوف الفيديو مع بعض. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عقوبات مشددة على الغشاشين. الأوقاف فضائل يوم عرفة والأضحى موضوع خطبة الجمعة المقبلة. التأمينات 14 مليار جنيه جرى تحويلها لصرف المعشاه بداية من الخميس المقبل. Once while another is used as long as your hands haven't grown. وإحالة وضيع الامتحان للتحقيق. محافظة القاهرة منع تحصيل أموال مقابل الانتظار بالطريق في عين شمس. النجوم الكاسر على النجوم فان. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. Energy, we need 7.1. زي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله يعجب حضراتكم. الراديو ده سوني متعدد الموجات AM FM SW. شكله زي ما احنا شفنا، فض في اسود، وفي طبعا مفاتيح للفوليوم والتون والباور واللايت. الموديل دوت CRF شرطة 5090، CRF شرطة 5090، ياباني طبعا. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. This radio is Sony made in Japan model CRF-1519 made in Japan, radio AM FM SW. Thank you.